أمير المؤمنين هو وأخوه عقيل وابن عباس والحسن والحسين اجوا ودعوه، ما أطول عليكم. فلما ودعوه أبو ذر قام يبكي هو وزوجته وبنته وابنه، وعنده 5 رؤوس من الأغنام. أبو ذر قام يبكي يقول: بأبي أنتم وأمي يا آل بيت رسول الله، والله ما لي في المدينة سكن ولا شجر غيركم، يعني ما عندي حق فرحة بالمدينة غيركم أنتم، لا أنا أفرح بالحكومة ولا بغير الحكومة، بس أنتم يا آل البيت، والله كلما رأيتكم ذكرت بكم جدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين فرقوا بيني وبينكم، راحوا دموع تجري، يبكي يبكي هو وزوجته وابنه وبنته. وصلوا للرمضة، بعد كم يوم ابن الشاب عمره 18 سنة تمرض ومات. بعد كم يوم زوجته ماتت، بقى هو وبنته، هو وبنته. ثم نزل به المرض، قام يوصي، قال: بني صدق رسول الله، قال لي: تعيش وحدك وتموت وحدك. أنا الآن وحدي بعد ماكو بهالقرية أحد، أنا أموت، إذا متت مدي علي غطاء روحي أوقفي على الطريق بين المكان اللي هو به تقريبا كيلو كيلو وين عن الطريق العام الشارع بين مكة والمدينة. قال: روحي اقعدي هناك. رسول الله خبرني يقول: جماعة من أهل العراق يجون هم يتولون غسلك وتجهيزك يدفنونك. قال هذا بنت تقول. ثم عيونا انقلبت غارت، شفت مات سكت. قعدت هاي البنية، أخوها مات، أبوها مات، أمها ماتت، قعدت وحدها، وحدها بالصحراء تبكي على جنازة أبيها أبي ذر. بعدين مدت الغطاء عليه، قامت تبكي، راحت قعدت على الطريق. من بعيد إجوا قافلة بيهم 6-7 أشخاص عراقيين جايين من الحجاج مكملين حجهم. شافوا بنية شابة قاعدة بالطريق تبكي، قامت صاحت: يا معاشر المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات في هذه البرية، فأعينوني على غسله. عجيب، أبو ذر هذا المقام العظيم، هذا الإنسان الكريم مات وحده. إجوا 6-7 حاطوا بجنازة أبي ذر، قاموا يبكون ينوحون. بعدين واحد عنده كفن 1000 دينار مكتوب عليه القرآن كله، واحد عنده على كل حال. هؤلاء قاموا بغسله وكفنه ودفنه، وأنا في واحدة من السفرة من السفرات الله سبحانه وتعالى وفقنا، رحنا إلى زيارة قبر أبي ذر بالربذة. إذا أنتم توفقتوا في الوقت رحتوا لا بأس ترحون إلى الربذة وتزورون مولانا. هؤلاء قاموا بغسلوه وكفنوه ودفنوه، وأخذوا بنته إلى مولانا أمير المؤمنين أبو الأرامل والمساكين. يا مؤمنين يا زوار، بنت أبي ذر تناشد المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله، وأخت الحسين زينب ها وقفت على التل، هذا التل زينبي، صاحت: يا معاشر المسلمين، هذا الحسين ابن رسول الله حبيب رسول الله قرة عين رسول الله، هذا بلا غسل ولا كفن. ذولاك كان عندهم غيرة، لبوا نداء بنت أبي ذر، لكن في هؤلاء أهل الكوفة ما بيهم عنده غيرة حتى يدفنوا جسد الحسين. ك
كأني بمولاتنا زينب. أنا بعد نفسي ما يساعدني، أريد أنتو بعد توصل صوتك إلى الحسين إلى العباس. كأني بها صاحت صاحت نايم أخي شلون نومه، نايم أخي شلون نومه، نومه حر الشمس غير رسومه، عقب الكتل بعد عقب الكتل سلبه وهدومه، يا ريت يوم قبل يومه. جلست عند ذلك الجسد المقطع، مدت يديها تحت ذلك الجسد الكريم، رفعت راسها إلى السماء، اللهم هذا الحسين بن علي ابن أبي طالب قربان نبيك محمد فتقبله بأحسن القبول. هذا كلامها ويا الله. أما كلامها ويا الحسين قالت: أخي أبا عبد الله، والله والله أخوي لقد كللت عن المدافعة عن حرمك ونسائك، شوف خوي عين وهذا مدني قد اسود من الرعب، أختك زينب ضربوها ضربوها. وهذا مدني قد اسود من الضرب، والله يا أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل لحمي. خويا العذر الله تراني بولية اعداك. بعد بعد صوتك، أريد العباس يسمعك، أريد الفاطمة الزهراء تسمعك. خويا العذر الله تراني بولية اعداك، لو أن بيدي يا خويا بقيت وياك. بعد ورد مقطوع صبعك لعد يمنا، ورد مقطوع صبعك لعد يمنا، ولمك لا يضار جسمك مطشا. العذر لله وإليك يا أخويا يا حسين، ترانا غصوب ويا عداك ماشي. خويا حد الحادي ما ندري الوجه وين، سلم لنا على عباس المشكار.